بحضراتكم مشاهدي فود توداي. شهدت أسعار الدواجن اليوم الحد بالأسواق المصرية استقرار ملحوظ، وسجل سعر الكيلو داخل المزرعة 32 جنيه، وبالأسواق بسعر 37 جنيه للكيلو. وعن أسعار اللحوم، أعلنت شعبة الجزارة المصرية أن سعر الكندوز سجل 165 جنيه، والمفروض يبدأ من 125 جنيه، والسجق البلدي 130 جنيه. وانطلق صباح اليوم الملتقى العربي لتطوير قطاع النحل مهرجان العسل السوري الثالث بدمشق بمشاركة الشركات المصرية، وتستمر فعالياته حتى 26 فبراير الجاري. شهد مؤشرات قطاعات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، نظراً لاتجاه المستثمرين نحو البيع تأثراً بتراجع 14 قطاع في الجلسة الختامية الخميس الماضي. وكشف الدكتور ممدوح الأمين رئيس مجلس إدارة شركة ألفا الدولية المالكة لسلسلة متاجر ألفا ماركت المصرية لفود توداي عن أن افتتاح فرع السلسلة الجديد بمدينة الرحاب يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من شهر فبراير. أكد هيثم صادق المدير العام لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا لفود توداي أن الشركة تطبق معايير الجودة بشدة لا تهاون فيها، وأنها تسعى لتنفيذ خطة غذائية مخصصة للأبقار المضرة للألبان تحتوي على البروتينات والألياف. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت شركة نسلي هيلث ساينس التابعة لشركة نسلي السويسرية للمواد الغذائية عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة أورجين للأغذية العضوية للتوسع في تقديم المنتجات الطبيعية التي تقدمها. وكشفت شركة ناتايس الأمريكية عملاق صناعة الفشار عن ازدهار صناعة الفشار المحضر داخل الميكروويف، وتنتج 300 كيس فشار في الدقيقة بإيرادات تخطت 65 مليون يورو العام الماضي. أعلنت شركة موندلينز انترناشنال الأمريكية للصناعات الغذائية ضخ 23 مليون دولار في خط إنتاج بسكوت أوريو بإندونيسيا. احتفلت سلسلة مطاعم الوجبات KFC الأمريكية بوصول عدد فروعها إلى 1000 مطعم في المملكة المتحدة وأيرلندا، وأطلقت مسابقة للفوز بالعديد من الجوائز أبرزها 1000 جنيه استرليني. وصرح أحمد فرج الشيف الخاص بالمنتخب المصري في تصريحات لفود توداي أن اللاعب محمد النني لاعب المنتخب الوطني وأرسنال من أكثر اللاعبين عشقاً للطعام، ويعشق الرز المصري جداً ويفضله عن كثير الأنواع الأخرى. يتواجد الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا دائماً داخل مطعمه دربي بمنطقة العجوزة المتواجد داخل فندق شهرزاد، ويجلس لمشاهدة الإطلالة الرائعة على النيل. خلصت نشرتنا، واستنونا عشان تعرفوا على الأخبار الجديدة في صناعة الأغذية والمشروبات، وخلوا Everyday Food Today.